من لندن عمر بشير. يعني عمر، وسائل الإعلام البريطانية قالت أن بوريس جونسون خلال إجازته الأسبوعية يفكر ماليا في مسألة إذا كان الإغلاق حتمي بالنسبة لبعض المناطق في بريطانيا بسبب ارتفاع عدد الإصابات التي بلغت 4000 وأكثر من 200 إصابة خلال يوم واحد. هل حسم الأمر في جدلية الإغلاق من عدم في بريطانيا عمر؟ اليوم هو يوم عطلة رسمية، غدا يبدأ الأسبوع هنا في بريطانيا، بالتالي أي قرارات جديدة رسمية سوف يعلن عنها الغد. ولكن فعلا رئيس الوزراء البريطاني يعني واجه كما قالت الصحافة عطلة نهاية أسبوع بالكثير من الضغط من المعارضة وأيضا من المحافظين لاتخاذ إجراءات جديدة وعودة تدريجية إلى إجراءات الإغلاق. هو قال أنه لا يرغب في إدخال البلاد في إغلاق تام كما شهدته في الأشهر الماضية، تحديدا من مارس إلى يونيو الماضيين ما بين هذه الأشهر الثلاثة، لأن ذلك أثر كثيرا على الاقتصاد. ولكنه يعني يشدد على الحفاظ على التباعد الاجتماعي المخترق من قبل المواطنين. وأيضا هناك إجراءات تم القيام والعمل بها مثل تحديد ساعات العمل في بعض المطاعم، وأيضا إغلاق الحانات عند الساعة 10 مساء في المناطق التي شهدت ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا. ربما المرحلة القادمة ستكون إغلاق مدن كاملة وإبقاء المناطق الأخرى مفتوحة، وذلك مرتبط بمعدلات الإصابة التي تشهدها البلاد. حاليا بريطانيا تدخل في الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهذا مبني على رقمين. الرقم الأول هو أعداد الإصابات، حيث سجل مساء أمس إصابة 4322 حالة، وهذا الرقم تجاوز الرقم المسجل في 8 مايو الماضي عندما بلغ عدد الإصابات 4000 إصابة. بالتالي أننا سجلنا أكبر عدد الإصابات منذ 4 أشهر مضت، هذا مؤشر خطير. النقطة الثانية هي الآر نمبر، وهو عدد الأشخاص الذين يمكن أن ينقل لهم العدوى والفيروس من شخص حامل لهذا الفيروس عند الاحتكاك المباشر أو عند الإلقاء في الشوارع. آر نمبر ارتفع ليصل إلى 1.1، وفي بعض المناطق 1.4. وهذا الرقم كانت بريطانيا عندما كان هذا الرقم مسجلا كانت تفرض الإغلاق العام، وكان الهدف هو أن ينخفض الآر نمبر إلى أقل من 1 صحيح. وعندما انخفض إلى أقل من 1 صحيح عادت الحياة تدريجيا لطبيعتها وتم تخفيف قيود الإغلاق. بالتالي هذان المؤشران يضعان بريطانيا في موقف حرج، وعلى الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة. نعم عمر.